بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدكتور عادل رجب دوال، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للنطاق الجغرافي درنة. تم تسجيل أول حالة سفرية في مدينة درنة بتاريخ 23/7/2020، حيث كانت المريضة قادمة من مصر الشقيقة، وتم إبلاغنا من قبل الجمرك، وبالتالي تم نقلها من الجمرك إلى مركز العزل بالفتايح، حيث أن الحالة لم تدخل مدينة درنة، وتم التعامل معها وهي في حالة صحية جيدة. وبأخذ الرصد للحالة تم الكشف على المخالطين للحالة، وكان عددهم 11 فردا من عائلتها وعائلة شقيق جوزها، وتم إجراء البي سي آر لهم وإرساله إلى مدينة بنغازي، حيث جاءت النتائج كالآتي: 6 حالات سالبة و4 حالات موجبة، وتم التعامل معها طبيا وهم في مركز العزل بالفتائح، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة. نحب أن ننتهز هذه الفرصة لنطمئن أهالي درنة بأن الوضع الصحي تحت السيطرة، جميع الحالات الموجبة يتمتع بصحة جيدة، ولا داعي لاستماع الإشاعات والأقاويل وما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الإشاعات التي تحبط المواطن وتسبب له الإرباك. نأمل من أهالي درنة متابعة الموقع اللجنة الاستشارية على الفيسبوك، حيث سوف نقوم ببيان يومي على صفحتنا، وعدم الاكتراث بما يقال في صفحات التواصل الاجتماعي من إشاعات. نأمل الصحة للجميع، والله ولي التوفيق.